العراق منذ سنوات يعاني من استنزاف الجارة إيران للموارد الاقتصادية بطريقة مجحفة. الأشهر الأخيرة زادت من حجم المشاكل مع تفشي فيروس كورونا وتقلص الطلب العالمي على النفط، وهو الذي يمثل 90% من عائدات الدخل العراقية. طبعا أمر دفع العراق للاستدانة من دول الخليج. منذ سنوات وإيران تستنزف العراق خدمة لمصالحها الاقتصادية وأطماحها التوسعية المريبة، هذا ما تؤكده العديد من التقارير من داخل العراق وخارجه. فطهران تتحايل على العقوبات المفروضة عليها عن طريق استخدام السوق العراقية التي تمثل مورداً كبيراً للعملة الصعبة بالنسبة لها، بالإضافة إلى كونها سوقاً كبيراً للمنتجات الإيرانية. كثير من الأدلة تقول بأننا نحن كعراق نشتري غاز من الإيران بأشرة أضعاف سعره في الأسواق العادية، هذا لا يعتبر استنزاف. نحن نقوم بشراء أي مواد إذا حتى كانت متوفرة محليا نقوم نشتريها بإيران كي ندمر الاقتصادنا المحلي وننعش الاقتصاد الإيراني. لكن المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي لم تعد تقتصر على الاستنزاف الإيراني فحسب، بل زادت الأوضاع تأزماً خلال الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا التي قلصت الطلب العالمي على النفط الذي تمثل عائداته 90% من ميزانية الدولة العراقية. وضعية دفعت العراق للجوء إلى جيرانه من الدول العربية، وأولى الخطوات سعي بغداد لتخفيف عبء الديون المقررة عليها للكويت والمتمثلة في 3 مليارات دولار كتعويضات حرب الخليج. في المقابل توجه وزير المالية العراقي علي علاوي في وقت سابق إلى الإمارات والسعودية، حيث ناشد المسؤولين هناك بتوفير الدعم المالي العاجل للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في هذا الظرف الصعب. وأشار علاوي إلى أن بلاده تريد في هذه المرحلة إحياء الاستثمارات السعودية في قطاعات الكهرباء والاتصالات والزراعة. محور الأول هو دعم الفوري النقدي للموازنة. الشيء الثاني هو المحور الثاني هو دعم أو تحفيز الشركات السعودية والمؤسسات الأهلية السعودية للاستثمار في العراق، خاصة في مجالات طاقة الزراعة. والمحور الثالث هو المحور التجاري. يعني تمام، المملكة العربية السعودية عندها صادرات يعني صناعية جيدة ذو معيار عالي وجيد. نحاول أن نصير في التوازن بالمنطقة من دول الجوار بحيث السوق العراقي يكون مفتوح للجميع. لكن حسب مراقبين فإن هذا التعاون ربما لن يتحقق بسهولة، خاصة وأن بعض الصحف الخليجية أكدت أن المملكة والإمارات دعت السلطات العراقية لاتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد لنفوذ إيران. إلى بغداد درغاب محمد علي المحلل الاقتصادي، من الرياض عبد الرحمن الطريري الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك درغام، ما هو حجم الأزمة المالية في العراق؟ حجم الأزمة المالية كبير، وحتى قبل وجود جائحة كورونا فإن الاقتصاد العراقي كان يقتصر على مبيعات النفط، وهو اقتصاد يسجل عدد سنوي يزداد سنويا بدون وجود أي حلول حقيقية لمسألة العجز السنوي. والآن انخفاض أسعار النفط أدى إلى كارثة اقتصادية في الوقت الحاضر ستقود إلى كوارث أكبر على المدى المتوسط إذا لم يتم معالجته بالشكل الصحيح. التوجه نحو الاقتصاد الخليجي باعتبار اقتصاد قوي، إضافة إلى وجود تنسيقات ثنائية بخصوص عملية تصدير النفط وتقليل إنتاج النفط وتصديره من قبل البلدان المنتجة، فتح نافذة للتعاون مع دول الخليج نحو أفق أكبر متمثل بالاستثمارات الخليجية التي هي دعوة لدخول السوق العراقية، لكنه هي دعوة بصراحة بروتوكولية أكثر من كونها عملية، كون البيئة العراقية هي غير مهيئة فعلا للاستثمار بشكل واسع، كون هناك معرقلات عديدة يضعها أعداء الاستثمار الذين يعني يحاولون جعل السوق العراقية معتمدة على الخارج أكثر من كونها منتجة. حاليا السوق العراقية تعاني، الاقتصاد العراقي يعاني من أحادية المورد، وكذلك المحرك الأساسي للسوق التي هي رواتب الموظفين باتت مهددة بالتخفيض، وهذا سيؤدي إلى ركود اقتصادي في السوق وربما حتى كساد في مراحل متقدمة. يعني دعنا نذكر سيد درغام أننا نتكلم عن العراق، والعراق بلد غني جدا. نعم، العراق غني زراعيا، غني صناعيا، غني
ثروات معدنية وكذلك ثروات الحفورية الموجودة في داخله، لكن هذه الموارد كلها تم تحجيمها بفعل فاعل من خلال تعطيل القطاع الصناعي وباعتراف وزراء صناعة سابقين بأنه تم إعطائهم أوامر بعدم تشغيل المصانع وعدم السماح بوجود صناعة عراقية، وذلك لجعل السوق العراقية مكب للصناعات الخارجية. يعني حتى وإن كانت هذه على جانب، لكن كم تبلغ صادرات العراق النفطية؟ أين تذهب أموال النفط التي تأتي للعراق؟ العراق لم يبدأ تصدير النفط اليوم، العراق من أكبر الدول المصدرة للنفط على مر التاريخ، ولديه احتياط قد يكون الأضخم في العالم. تم تبديد موازنات كبيرة جدا كانت كافية لبناء بلدان من خلال الموازنة التشغيلية الضخمة وضعف الموازنة الاستثمارية وعدم توجيهها إلى أوجه صحيحة، وكذلك حتى الأوجه التي تم توجيه الموازنة الاستثمارية تم التفاف عليها حزبيا وعدم تنفيذ مشاريعها. لذلك العراق لديه أكثر من 20,000 مشروع متلكئ، هذه المشاريع بملايين الدولارات، هذه المشاريع لو كانت نفذت لكان وجه العراق غير ما هو موجود حاليا على صعيد البنية التحتية، على صعيد فرص العمل، وكذلك على صعيد التعليم والصحة. لكنه هناك لو تفتر في بغداد والمحافظات تجد عشرات المشاريع المعطلة التي أنجز جزء بسيط منها وتركت على بسبب النقاش في هذا الأمر. أين ذهبت أموال العراق؟ نقاش يطول. دعني أستمع إلى السيد عبد الرحمن. سيد عبد الرحمن، كيف يمكن لدول الخليج السعودية على وجه التحديد أن تساعد أن يساعد العراق؟ يعني مبدئيا يبدو أن العراق حاليا يعيش في أزمة اقتصادية كبيرة، يعني الرواتب والمخصصات تبلغ حوالي 5.5 تريليون دينار بينما الإيرادات حوالي 1.7، وبالتالي عجز كبير. حتى الفائض المادي اللي كان عند الحكومة العراقية استنزف في شهر أبريل ومايو في مرتبات الحكومة، وهي إشكالية كبيرة الحقيقة. أنا أعتقد أنه السعودية ودول الخليج يجب أن يكون هناك تبادل تجاري يتناسب مع حجمها وعلاقتها التاريخية والحالية مع العراق، لأنه الرقم جدا منخفض مقارنة بالتبادل التجاري مثلا بين العراق وإيران أو العراق وتركيا. أعتقد أنه كان في حرص من المملكة من فترات سابقة مجلس تنسيقي، وكان في سعي لأنه تنفتح المعابر البرية، عادة الرحلات الجوية، يكون هناك في استثمارات اقتصادية، لكن أعتقد أنه عدة عوامل على رأسها خروج المتحدة من الاتفاق النووي ضغطت كثيرا على إيران، وبالتالي إيران وجدت نفسها أنه هذا المكان الوحيد الذي يوجد فيه أموال تستطيع أن تساعدها في أزمتها، لأنه العراق هو الأغنى إذا قارنا مع سوريا أو مع اليمن أو مع لبنان. وحتى فيما يخص النفط قد يكون لديه نفط وحقول أكبر من حقول في دول الخليج. الإشكالية الثانية أنه بعد أزمة كورونا أيضا تذكر حرب الأسعار اللي حصلت بين السعودية وروسيا، وبالتالي وصلت إلى انخفاض كبير في شهر أبريل، وبالتالي أوضحت الحقيقة أنه بعض الاقتصاديات وعلى رأس اقتصاد العراق المعتمد بشكل كبير على النفط هو أكثر تضررا إذا ما تهاوت أسعار النفط. وأيضا اليوم كان في اتصال أيضا بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين الروس، تأكيد على أنه سيكون هناك التزام كبير بأوبك بلس، لابد أن نحافظ على أسعار الفترة القادمة، وإذا ما عادت المؤشرات أنه القياس تعود تدريجيا مع بداية يونيو، وبالتالي توقع أن يكون في تحسن على مستوى الطلب. ولكن ما تقول كلام مهم سيد عبد الرحمن، أيضا هنالك تقليص في الميزانية في المملكة العربية السعودية، بعض دول الخليج الأخرى أيضا قد تعاني في المدى القريب والمدى البعيد مع انخفاض أسعار النفط. ما في شك الجميع يعاني من كورونا، ولكن كورونا إذا صح التعبير هو يعيد ترتيب الأولويات. نحن كدول نفطية سواء السعودية أو العراق جزء كبير من ميزانيتنا على النفط، وبالتالي الأزمتان معا حقيقة كورونا والنفط، لكن أنا أعتقد أنه واجب للسعودية أن يكون هناك دعم للعراق، لأنه الحقيقة أنه الفرصة مناسبة، الأوضاع مناسبة في العراق اليوم، نرى خطط جيدة من حكومة الكاظمي. أعتقد أنه أيضا الأوضاع جيدة في إيران، يعني أنها تتراجع مع الضغوط اللي حصلت ربما يعني تفكدها قليلا عن العراق، وشهدنا يعني حتى في المحافظات الجنوبية نهاية العام الماضي مزيد من المظاهرات ضد حكومة عادل عبد المهدي وضد النفوذ الإيراني في العراق، وبالتالي هي فرصة وواجب الحقيقة للسعودية للقيام بهذا الدور. ماذا عن إيران درغام؟ كيف يمكن أن تساعد العراق إيران؟ بخصوص إيران،
إيران لا تساعد العراق يعني، لكن اقتصادها أيضا هو يعاني من عقوبات اقتصادية، لذلك هي تعتبر العراق هي الحديقة الخلفية للحصول على العملة الصعبة، إضافة إلى ذلك يعتبر مكب لصناعاتها وسوق واعدة لصناعاتها لتسويقها، إضافة إلى ذلك تعتبر السياسات العراقية المتماهية مع المتطلبات الإيرانية أدت إلى خسائر اقتصادية جسيمة خلال السنوات الماضية، لذلك انفتاح العراق على الأسواق الخليجية بشكل صحيح ممكن أن يؤدي إلى تنوع الاقتصاد العراقي وقلة اعتماده على المنتجات يعني الإيرانية، وكذلك إذا ما بقينا أيضا يضعف يضعف التدخل الاقتصادي. عندما نتكلم عن العلاقة العضوية ربما ما بين جزء كبير من الساسة العراقيين الذين هم مؤثرون الذين هم يفوزون بالانتخابات، ارتباطهم بإيران، وإيران إذا أرادت أن تساعد العراق وهنا علامة استفهام، تساعد بإرسال الأسلحة، بإرسال الحرس الثوري، بإرسال قاسم سليماني، طيب الآن الدولة العراقية ليس باستطاعتها أن تدفع الرواتب، لماذا لا تساعد إيران؟ هذا شخص سياسي، لكنه التبعية السياسية للجانب الإيراني هذا أمر ألقى بظلالة على الاقتصاد العراقي خلال الفترات الماضية. حاليا الاقتصاد العراقي متهالك ولا يستطيع مساعدة نفسه حتى يساعد الآخرين، لذلك الآن التعويل على الاقتصاد العراقي، الاقتصاد العراقي، الاقتصاد الإيراني متهالك منذ فترة منذ العقوبات الأمريكية عليه، الاقتصاد العراقي الآن متهالك أيضا، لا يمكن أن أنا نقطتي الإيراني محتاج من العملة الصعبة. يعني أنا أعرف أنك محلل اقتصادي، ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن إنه إيران تدفع أموال أو تدخل أموال إلى العراق، نعم إيران تدخل أموال إلى العراق، ولكن هذه الأموال تذهب لأغراض أخرى، لا تدخل أموال كبيرة، يعني الأموال هي عادة تدوير الأموال العراقية التي تذهب إلى إيران من خلال الصادرات الإيرانية التي تباع في العراق، إضافة إلى ذلك هناك تعاملات مريبة بين السياسيين العراقيين الذين يستحوذون على جزء كبير من ثروة العراق وميزانيته. معنا عبر الهاتف ولا نريد أن نفقده، إنه كيف يمكن لدول الخليج أن تساعد العراق والبعض يقول لك إنه العراق لا يريد أن يساعد نفسه، يعني مع كل الذي تفعله إيران؟ يعني ما في شك قدرة الخليج على مساعدة العراق هي تبدأ من العراق ولا تبدأ من الخليج، وبالتالي إذا كان في هناك فعلا يعني لن أقول قرار عراقي محايد بشكل كامل، ولكنه قل تقاربا مع إيران بشكل حتى على المستوى الاقتصادي، يكون هناك فعلا صادرات سعودية أكبر، الصناعة السعودية يكون هناك استثمارات. أنا أعتقد أنه كان من اللافت بعد اللقاء نائب رئيس الوزراء مع الوزراء السعوديين إعلان أنه افتتاح الملحقية التجارية وعودة السفير، ومعناته أنه فيه جدية الحقيقة من المملكة أنه لابد أن تستثمر الحقيقة عراقيا، لابد أن يكون الوضع في العراق أفضل. العراق مضطر الحقيقة أنه لابد أن يكون هناك حتى على مستوى التعاون في مستوى الطاقة في مستوى الكهرباء أن ينوع اعتماديته ولا يكون معتمد على إيران بشكل كامل، لأنه جرب في الفترة الماضية لا على مستوى المياه ولا على مستوى الطاقة كيف أنه إيران يعني تبتز ولا تمانع أن يعني يخسر العراقيون كل شيء. يعني ولكن أيضا دول الخليج هنالك علاقة مشتبكة مع إيران، علاقة مشتبكة مع سياسيين عراقيين، إنه هل ستدفع دول الخليج الأموال من دون ثمن؟ لا أعتقد أنه لا يوجد أموال بدون ثمن. السين الخليجيين أنا أعتقد كلهم يعني عندما يعملون مع العراق هم يأخذون في الحسبان النفوذ الإيراني، ولكن هو الخيار يتحول، هل يترك العراق ليكون نفوذ إيراني بشكل كامل أو أن تقوم الدول الخليجية بدور سياسي؟ لا يعني ودور أنا نقطة في نقطة أخيرة، أنت تذكر أيام أزمة الكهرباء في البصرة والمحافظات الجنوبية المملكة العربية السعودية والكويت عرضت المساعدة، ولكن هنالك طرف سياسي ما كان ضد هذا التوجه أن السعوديين أو الخليجيين دائما يمدون يد العون، ولكن هنالك في الداخل من لا يريد يد العون باختصار. إيه لأنه هناك من يريد أن يكون قرار عراقي مهم بشكل كامل. أنا أعتقد أنه اليوم الحكومة الحالية بما قامت به من قرارات وإدراك لماذا خرج الناس في الشوارع يسبون إيران مباشرة والسياسيين من خلفها، أنه هناك فرصة حقيقية اليوم لإبعاد العراق قليلا عن إيران ليكون ضمن سياق حضنها العربي الطبيعي.
طيب برغام في كلمة أخيرة تفضل. نعم، هل تسمعني سيد درغام؟ أسمعك الآن. نعم، هنالك حديث عن أنه يعني الآن حكومة الكاظمي، الرجل قال ذلك يعني في تصريحات متعددة، أن الوضع الاقتصادي سيء، الخزينة شبه خاوية، وكل هذه التفاصيل. لو لديك فكرة عن الذي جلست عليه حكومة الكاظمي من أموال؟ لحد الآن الأموال التي حصلت عليها حكومة الكاظمي كانت ضئيلة قياسا بما حصلت عليه حكومة عادل عبد المهدي قبل سنة من الآن بسبب انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى عدم وجود خزين مالي لدى وزارة المالية يكفي لسد الرواتب، لذلك كان عليه الاقتراض الداخلي، وكذلك العمل مع المنظمات الدولية التي تدعم العراق مثل صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي بهدف الحصول على قروض ميسرة بتأمين رواتب الموظفين، إضافة إلى يعني إيجاد تخصيصات للقوات الأمنية التي حاليا تخوض معارك مع داعش، إضافة إلى ذلك لوزارة الصحة التي تخوض حاليا حرب مع فيروس كورونا من خلال خلية أزمة. لذلك هذه القضايا الثلاث تحتاج إلى توفير تخصيص مالي عاجل وبشكل دائم، لذلك العمل يجري على قدم وساق نحو فتح آفاق جديدة تختلف عن سابقاتها التي تتخذ من النفط كمورد وحيد، من خلال اللجوء إلى دول الخليج لتنويع الاقتصاد العراقي الذي بات أيضا حتى على صعيد التعامل التجاري يتعامل نسبيا مع تركيا وإيران، في حين أنه يعني دعنا نبقى مع حكومة الكاظمي قليلا. سيد درغام، هل اطلعت أنت شخصيا على لا. أي خطة اقتصادية للسيد الكاظمي؟ للأسف يعني حكومة السيد الكاظمي تدفع بالخلال بالانات اختبار عبر جيوش الكترونية لتسريب خطط، لكنها سرعان ما تتخلى عن هذه الخطط، ورغم أنها خطط واعدة لكنها بحاجة إلى إرادة سياسية قوية لتمرير هذه الخطط. هناك ما يرتبط منها بقوانين، يجب على مجلس النواب أن يكون هو الجهة التي ترعى هذه القضايا الإصلاحية، إضافة إلى ذلك هناك يعني أجزاء تنفيذية، أيضا هناك من يضع المعرقلات في سبيلها. يعني لأنه أنت تابعت السيد عبد الرحمن يتحدث أولاً عن أولاً إطار تبادل تجاري واستثمار، هل يتحدث الكاظمي عن هذه الملامح؟ لا، الملمح الأول هو محاربة الفساد والقضاء على الفاسدين. حاليا معظم أموال العراق التي تسربت هي تسربت عبر نوافذ الفساد، إذا ما لم يتم القضاء على نوافذ الفساد حتى في ظرف العراق الحالي هناك نوافذ الفساد لا تزال تأخذ من خلية الأزمة والكورونا وكذلك من عدة جوانب بهدف ديمومة هذه الجهات. لذلك إذا لم يتم القضاء على الفاسدين ومحاربة الفساد بشكل جدي لا يمكن فوضع أي خطة للإصلاح مستقبلا، كون الفساد حاليا هو من يسبب المعرقل الأول وليس قلة الاستثمارات. يعني ماذا عن مصرفات الدولة، عن التقشف، عن هنالك يعني حالة من البزخ الشديد لدى الساسة في العراق والمواكب والطائرات الخاصة والمصرفات. نواب البرلمان على سبيل المثال كم هو راتبهم، راتبهم الشخصي؟ الوزراء كم هو راتبهم الشخصي؟ يعني قبل مد يد الاستدانة للخارج، هل هنالك ملامح قرأت عنها أنت بخصوص التقشف؟ نهائيا أي ملمح من ملامح الترف لم يتم التطرق إليها، وإنما تم التطرق إلى رواتب الموظفين فقط كونهم الفئة الأضعف والذين هم غير لا يوجد ممثلين حقيقيين لهم مؤثرين في الحكومة. لذلك دائما حاليا هناك ازدواج للرواتب لدى الكثير من الشخصيات يعني التي تسكن خارج العراق، هناك حوالات بمئات الملايين من الدولارات. حتى المملكة العربية السعودية الدولة الغنية المصدر الأول للنفط قامت باتخاذ إجراءات اقتصادية إصلاحية يعني وقلصت الميزانية وفرضت ضرائب، يعني كيف نفهم هذا الأمر؟ كيف يمكن لدول الخليج أن تساعد في ظل عدم وجود إصلاح؟ أعتقد أن هذا تحدي كبير، أنا أتفق معك تماما، وأعتقد أنه المتظاهر العراقي هو اللي حقيقة وضع الضغط على السياسي العراقي حتى يأتي الحقيقة رئيس وزراء مثل الكاظمي ويقوم بقرارات أعتقد أنها مهمة. بلا شك سيكون هناك أصحاب مصالح سينافع مصالحهم، سيحاولون ألا تتضرر لأنه لا يفرق عنده حتى لو كانت الميزانية فاضية، أهم شيء أنه مصالحه الشخصية تظل مستمرة. بلا شك أنه تحدي كبير، لكن كما قلت أنه من واجب دول الخليج في هذا الظرف أن تقف جنب العراق.
أشكرك جزيلا السيد عبد الرحمن الطريري الكاتب والمحلل السياسي، درغام محمد علي المحلل الاقتصادي، شكرا لكم.